السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا قالت نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الجزائر. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا وين الفيفا يهدد بإلغاء مواجهة المنتخب المغربي وأرتيريا بتصفيات المونديال، يعني وين مازال ما أكدوش وما عطاوهم حتى اليوم شعال اليوم 27 حتى نهار الحد آخر أجل يشاركوا ما يشاركوش، وين أمهل الاتحاد الدولي لكرة القدم المنتخب أرتيريا حتى 29 أكتوبر الحالي لحسم في مسألة مشاركته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. ما إيش باين هما دروك المنتخبات، كاين بزاف منتخبات عمرهم لا شاركوا في الدور التمهيدي حتى في الأدوار التمهيدية وما شاركوش. أول مرة على بالك تسمع كاع 54 يعني اتحادية كاع شاركت 54 بلاد يعني اللي تحت الاتحاد الافريقي كاع شاركوا على بالك. يعني غادي تشوف بعض المنتخبات ما تكملش السباق، ما غاديش. انا واحد من الناس نشوف بلي الصومال ما غاديش يكملوا السباق، موزمبيق انا تبان لي ما يكملوش. هذه ارتيريا اول مره نسمع بهم يلعبوا هذا الاخرى كيسموها هذا يعني الاقصائيات، هذا اول مره هذه هي. وكشفت مصادر مسؤوله انه في حال يعني انقضاء يعني المدة المحددة دون تلقي الاتحاد الدولي لكرة القدم أي جواب من اتحاد أرتيريا فإنه سيتم إلغاء مبارته ضد الأسود المقررة في الشهر المقبل برسم الجولة الأولى من تصفيات مونديال. وأرسلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الفيفا والكاف بالاستفسار عن مصير مباراة المنتخب المغربي ضد أرتيريا، وأوقعت يعني القرعة دور المجموعة لكأس العالم المنتخب المغربي بمجموعة الخامسة إلى جانب زامبيا وتنزانيا وأرتيريا والكونغو يعني برازافيل والنيجر. ويشير إلى أن المنتخب المغربي تأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 و2022 بعد غياب منذ 1998، ونجح الأسود في تحقيق أفضل إنجاز يعني في مونديال الأخير بقطر باحتلاله المركز الرابع عالميا. صح صار الكاتريان في الموند على ديك ما شوفوا بلي غادي طلعت زعما بان والو. قال لك صدمة بالنسبة للمغاربة، لا صدمة المغرب لعب ودار ماتشين ولا لا ما روحو تصالح هادو تصالح معاه شوف بلي نورمال عادي ما يلعبوش راهي عندك يحضروا يشوفوا وما يشوفوا ما غادي يشوفوا يعني ما يلعبوش غادي ينظموا مباراة ودية عندهم دوزيام ماتش غادي يلعبو دو ماتش هادي هي. أنا نشوف بلي ما عندهم مكان ما عندهم حتى إشكال خويا. هذاك مليح حالهم تاع الصدمة، واحد قال لي لا صدمة كان صدمة الأول هو الصدمة. صدمة الأول خويا، صدمة ديالو مكاشا. هكا
قادرين ينظموا المباراة على المغرب. راسل باش يشوف، يعني قادرين ينظموا مباراة ودية هادية. باش يشوف خويا، استخدم ويزيرو كيما باش يشوفو خويا، يشوفو وين غادي توصل. ينجمو ينظمو، يعني ينجم المغرب ينظم مباراة ودية، ما ينظمش يشوف يقدم المباراة الزوجية يقدمها ويخلي دوزيام ماتش يكون ودي، يعني ما تنجمش تعرف. كل واحد وكيفاه. يا اخويا هي على هذيك، نشوفوا بلي كل مباراه، يعني كاين اللي قال لك كيفاش كاع يقولوا لي جروب تاع المغرب فيهم وحده ما تلعبش تنسحب. يا ودي هذه ماشي قضيه تاع المغرب ولا قضيه تاع منتخب، هاد ما عندهمش راهي الصومال وما تلقاتش يعني دعم يعني من عند السلطه تاعهم، ما كانش باش يشاركوا يلعبوا. يعني هذه هي، ورئيس اتحاديه تاعهم راه زعما خدام، هذا ما كان باش يشارك هذه. قالك باش ندو تجربه برك، قالك ماشي غادي نلعبوا باش نتاهلوا نروحوا لكوب ديمون، قالك ندو تجربه برك نلعبوا، المهم نلعبوا نتحكوا مع الجزائر، مع كاين مع ديك غينيا هذيك، هيا ويشوفوا روحهم. ماشي قضية تاع لازم يلعبوا لازم، لا جماعة ارتيريا هذه ما عمرهم لا شاركوا، ما لعبوا عمر بالك عمرهم لا لعبوا كوب ديمون كوب دافريك. الصومال يعني كاين بزاف منتخبات، كاين بزاف منتخبات ما لعبوش كوب دافريك، كوب دافريك ما لعبوهاش، راهم يشاركوا في الكاس في الاخرى في التصفيات تاع كاس العالم. غير واحد فيها ديبلاسمون، فيها تربص واحد ياكل لك تاش ياكل لك دراهم ولا تربص واحد، فيها لي بريم، فيها مدربين، فيها تنقلات، فيها كاين اللي ما عندهمش طائره خاصه يروح لانجليز من انجليز يهود يعاود يولي لافريك، كاين من البلاد من كيما نقولوا حنا الجزائر المغرب ولا تونس ولا مصر يعاود يقلع يروح لانجليز يعاود يولي لافريك، وكاين كيما دي بلاسمون، هذه هي دي بلاسمون اللي كاين. دونك الفيفا هما يقارعوا الفيتناف، ما كاش غادي يعلموا بلي يودي انسحاب، والمغرب يعني تولي تنظم مباراه وديه، ما تنجمش تعرف. نجمو ينظموا مباراه وديه هذه هي، على الله. كل شيء جاي ويتعب. مساكين هذا يبغوا الحليب. ماشي سهل اخويا، على هذيك نشوفوا. يعني هما غادي المغرب عندهم واحد غادي يستقبلوا واحد السته تاع البلدان عندهم في بلادهم، على بالك ينظموا مباريات تاعهم، تصفيات يلعبوا التصفيات عندهم، واقيلا واحد الخمسه ولا حتى هذه ارتيريا هذه هي. ان شاء الله حنا باين نستقبلوا هكا مباريات عندنا يلعبوا عندنا، كاش اشكال كاع، ما عندناش اشكال، على الله كلش على ربي. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، ان شاء الله دائما معكم بالجديد، ونمشي ابوني.
يابوني معنا وربي يحفظكم.